بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 92، وفيه تفسير سورة التكوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه السورة سورة التكوير، والتي بعدها سورة الانفطار، والتي سورة الانشقاق إذا السماء انشقت. هذه السور الثلاث تصور ما يحصل عند قيام الساعة من الأهوال العظيمة. ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه يشاهده عيانا فليقرأ سورة التكوير والانفطار. وقوله سبحانه: إذا الشمس كورت. إذا هذا ظرف لما يستقبل من الزمان، بخلاف إذ فإنها ظرف لما مضى من الزمان. إذا الشمس كورت، الشمس مرفوع على أنه نائب فاعل لفعل محذوف تقديره إذا كورت الشمس، إذا كورت الشمس، فسره الفعل الذي بعدها. كورت يعني لفت كتكوير العمامة وذهب ضوءها، ثم رميت، ثم رميت. بعضهم فسر كورت لف بعضها على بعض، بعضهم فسر ذلك بذهاب ضوئها، بعضهم فسره بأنها ترمى. ويجمع هذه التفاسير ما ذكرناه، وقال لفت بعضها على بعض وذهب ضوءها ثم طرحت ورميت، لأنها ذهب وقت الاستفادة منها. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم، نجوم السماء، انكدرت أي ذهب ضوءها وتناثرت، تساقطت من السماء، كما في السورة الآتية: للنجوم، وإذا
النجوم انتثرت بدل أن كانت منتظمة في مساراتها وأفلاكها، يذهب ضوءها ثم تنتثر تتساقط من شدة الهواء. إذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال، جبال الرواسي التي جعلها الله أوتادا للأرض تثبتها لئلا تميد، إذا الجبال سيرت قلعت، كانت ثابتة وراسية اقتلعت من الأرض، كانت هباء ثم سيرت في الجو مثل الدخان، ترى الجبال تحسوها جامدة وهي تمر مر السحاب. هل الجبال الصلاب القوية ثابتة تكون كالعين المنفوش، تكون هباء منبثة تسير كالدخان؟ هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا من شدة ما يحصل في هذا اليوم. إذا الجبال سيرت، ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة، يعني ليس عليها جبال، وحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار جمع عشرة، وهي الناقة الحامل، كانت نفيسة عند أهلها، ففي هذا اليوم يذهلون عنها وتعطل تسيب، ليس لها أحد، ليس لها أحد، لأنهم انشغلوا عنها بشدة الهول. وإذا العشار عطلت، وإذا البحار سجرت، وإذا الوحوش حشرت. الوحوش هي الحيوانات المتوحشة التي كانت تهرب من الناس، تعيش في الصحراء، بخلاف الحيوانات الأهلية التي تعيش مع الناس. فما كانت طبيعته أنه يعيش في البر ولا يألف الناس، هذا يقال له متوحش، والبراري ممتلئة منها على اختلاف أصنافها، تحشر يوم القيامة، تجمع. لماذا تجمع؟ ليقتص لبعضها من بعض، حتى يقاد للشاة الجمع من الشاة القرناء، ثم يقول الله لها كوني ترابا، وعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، قل الله لها كوني ترابا. وقيل معنى حشرت أي اختلطت بالناس، بل أول كانت تتوحش وتنظر من الناس، من شدة الهول ذهلت وصارت تخالط الناس من الوحشة، تريد الأنس. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار جمع بحر، إذا البحار سجرت أي أوقدت نارا وأضرمت نارا، بحار الممتلئة بالمياه، محيطات تسجر نارا توقد والعياذ بالله. وقيل سجرت زالت حواجزها واختلطت، واختلط العذب بالمالح، وهذا يجمع أنها توقع، أنها تختلط وتزول حواجزها، وأنها تسجر توقد نارا والعياذ بالله. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، النفوس جمع نفس، زوجت حشر بعضها مع بعض، حشر كل جنس مع جنس، فأهل الإيمان يلتقون بأهل الإيمان ويحشرون معهم، ومن أحب قوما حشر معهم، وأهل النفاق والكفر والشرك يحشرون ويجمعون بعضهم مع بعض. هذا معنى زوج، تزويج هو المصاحبة والاختلاط. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم، وما كانوا يعبدون من دون الله، ويحشروا الأشرار مع الأشرار، والأخيار مع الأخيار، كانوا في الدنيا مختلطين، الصالح بالطالح، والكافر والمؤمن يعيشون في هذه الأرض، ويسكن بعضهم إلى بعض ويتواطنون فيما بينهم، لكن إذا جاء هذا اليوم عزلوا، امتازوا اليوم أيها المجرمون،
فيعزل الأشرار مع الأشرار ويعزل الأخيار مع الأخيار، وهذا تهيئة للجزاء. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة موءودة سئلت. الموءودة هي البنت تدفن حية حتى تموت تحت التراب، كما كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك بالبنات، يكرهون البنات، يخافون من الفقر أو يخافون من العار أن تفسد هذه البنات تلحقهم العار يتخلصون منه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، توارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون يعني يبقيه حيا ويلحقه الهوان، أم يدسه في التراب يدفنها حتى تموت تحت التراب؟ ساء ما يحكم. فالله خلق الأنثى، خلق الأنثى لأن تؤدي عملها الذي خلقت من أجله، أن تعبد الله، أن تكون زوجة صالحة، أن تكون زوجة صالحة، أن تربي أولادها، لها عمل، عمل جليل تقوم به لا يستطيعه الرجال، لا يستطيع الرجال عمل النساء، ولا النساء تستطيع عمل الرجال. كل جعل الله له ما يليق به حتى تتكامل المصالح وتتضاقر الجهود وتبنى الأسر ويحصل بذلك قيام المجتمع. جاء الآن ناس يشبهون أهل الجاهلية، يريدون، أولئك يئدونها تحت التراب وهؤلاء يريدون أن يئدوها فوق التراب وهي حية، بمعنى أنهم يسلخونها من أخلاقها ومن عملها اللائق بها، وأن يولوها عمل الرجال، وأن تخلع الحياة والحشمة فتصبح لا هي رجل ولا هي امرأة. لا هي رجل لأن ما يمكن المرأة تصير رجل، ولا هي امرأة لأنها تخلت عن أخلاق المرأة ووظائف المرأة، فصارت لا هي رجل ولا هي امرأة. هذا وأد معنوي، هذا هو الوأد المعنوي، قد يكون أشد من الوأد الحقيقي، لأن الوأد الحقيقي قتلت وماتت واستراحت، لكن هذا تبقى حية سائبة معذبة لا قيمة لها في المجتمع. هذا ما يريده الغرب الكافر بالمرأة المسلمة، ونفذ هذا عملاؤهم من العلمانيين والليبراليين مستغربين من أبناء المسلمين، نسأل الله العافية. وإذا الموءودة سئلت، سئلت، طيب هي تسأل، هي نعم تسأل، يقال لها من قتلك، من الذي قتلك؟ فتقول قتلني أبي أو والدي، تسأل. وقرئ وإذا الموءودة سألت، أي تسأل يوم القيامة من قتلها وتطالب بدمها، تطالب بدمها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو المبرر لقتلها؟ لا يجوز قتل النفس بغير حق، فما هو المبرر لقتلها؟ ما هناك مبرر، ما هناك مبرر إلا الجهل، الجاهلية. بأي ذنب قتلت؟ تروح سدى، تذهب سدى؟ لا، لا بد أن تبعث يوم القيامة وتحاسب من قتلها، ويأخذ الله لها حقها منه. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل، فهذا فيه أهمية المرأة في المجتمع، وأنها لا يجوز الاعتداء عليها بسلبها حياتها بالقتل، ولا الاعتداء عليها بسلبها حياءها وعفتها وكرامتها وعملها الذي يليق بها، لا يذهب هذا هدرا، لا بد أن يسأل يوم القيامة من فعل هذا بالمرأة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو الجواب؟ اللي قتلها ما هو جوابه؟ هل يكذب؟ ما يقبل الكذب. هل يزور؟ ما يقبل التزوير. لا بد أن يقف على الحقيقة في موقف لا
لا يمكنه التخلص، وإذا الموءودة سئلت. فهذا يؤكد حق المرأة، الحق الصحيح، هو الحق الذي المزور، الحق الصحيح يؤكد أن لها حقا في المجتمع، حقا على وليها وأقاربها، وحقا على المجتمع. فلا تهدر المرأة لا بإزهاق روحها ولا بإزهاق حيائها وعفتها وكرامتها، فتصبح لا هي من الرجال ولا هي من النساء. يا أي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال، لأن كل ما يصدر من الإنسان يكتب في صحيفة تكتبه الملائكة الحفظة في صحيفة أعماله، ثم يوم القيامة يعطى صحيفته إما بشماله وإما بيمينه، ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعند ذلك المؤمن يفرح ويقول ها أقرأ كتابه، ينشره للناس من الفرح، والشقي والعياذ بالله يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضي، إلى آخر الآيات. فهذه الصحيفة لا بد منها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقرأ صحيفته وإن لم يكن يقرأ في الدنيا، وإن لم يكن في الدنيا أمية، يقرأ يوم القيامة اقرأ كتابك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذا الصحف نشرت، تطوى صحيفة الإنسان عند موته، فإذا جاء البعث نشرت صحيفته، ظهرت بعد أن كانت مطوية. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، يعني أزيلت بسرعة، أزيلت بسرعة، الكشط هو الإزالة بسرعة مثل كشط الجلد، قدرة الله جل وعلا. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، زيد في التهابها وسعيرها. وإذا الجحيم سعرت للكافرين والمشركين والمنافقين. وإذا الجنة أزلفت، يعني قربت من أهلها، فرأوا الجنة ورأوا النار التي كانوا يوعدون بها، ظهرت عيانا أمامهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لكن ينفعهم هذا؟ ما ينفعهم، التمني ما ينفع. وإذا الجنة أزلفت، شوف الفرق، النار سعرت والجنة أزلفت، يعني قربت لأهلها، يفرحون بها ويصرون بها. وأما أولئك والعياذ بالله فيتمنون العدم ولا يحصل لهم العدم، يتمنون الموت ولا يحصل لهم. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب الشرط الماضي كله، الشروط الماضية إذا 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 إذا، وين جوابها؟ هذا علمت نفس ما أحضرت في هذا اليوم من خير أو شر، ولا يمكن أن تنكره أو تتبرأ منه، لأنه لو أنكره بلسانه شهد عليه جلده، شهدت عليه أعضاؤه بما كان يعمل، فلا مخلص له من عمله، لا مخلص له من عمله. ولا تقبل الفدية حتى يفتدي، ولا الشفاعة حتى يشفع، يقدم الشفيع أو الوسيط، ما يقبل، كل سيجزى بعمله. وإذا علمت نفس ما أحضرت، ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر سند هذا القرآن العظيم الذي تضمن هذه الآيات البينات
ذكر سنده وأنه فلا أقسم بالخنس، أقسم على القرآن، هذا القرآن الذي فيه هذه العبر هذا حق، أقسم عليه الرب سبحانه وتعالى. فلا أقسم بالخنس، لا صلة، والأصل أقسم، ولا هذه للتأكيد، هذه يؤتى بها للتأكيد. وقيل إن بعدها كلام مقدر، لا أي ليس الأمر كذلك، أقسم بالخنس، ليس الأمر كما زعم المجرمون والكفار أنه لا بعث ولا نشور، وأن هذا القرآن سحر وكذب، وأنه أساطير الأولين، وما ذكر فيه إنما هو تخيل لا حقيقة له. قالوا هذا في القرآن، أقسم الله على حقية هذا القرآن، أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. والخنس والكنس والجوار هي النجوم، هي النجوم لأنها من آيات الله العظيمة، والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبرة، وهو يقسم بما شاء من خلقه سبحانه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. الكنس النجوم التي تختفي في النهار ولا ترى، الجواري التي تجري في أفلاكها، لأن كل كوكب فهو في فلكه، كل في فلك يسبحون، فالجواري الكنس التي تتضح بالليل، هي تكنس في النهار، الكنس تكنس في النهار وتكنس في الليل، بمعنى أنها تتبين وتتضح في الليل، هذا هو شأن النجوم، مثل ما ترون نهار تختفي ولا ترى، فإذا غربت الشمس ظهرت النجوم، جاء الليل، هذا معنى الجواء، هذا معنى الخنس الكنس، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل جميع النجوم، هي خنس وهي جوار كنس، يشمل جميع النجوم، تختفي في النهار تظهر في الليل وتجري في أفلاكها. وقيل المراد بالخنس الجوار الكنس الكواكب السبعة السيارة، الكواكب السبعة السيارة التي هي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر، هذه الكواكب السبعة السيارة هي الكنس الجواري الكنس. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. والليل أي وأقسم بالليل إذا عسعس، إذا عسعس يعني أدبر، الليل يجي وقت غروب الشمس ويدبر عند طلوع الفجر، والليل إذا عسعس أي إذا أدبر، لأن هذا من آيات الله، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، تعاقب الليل والنهار من آية، من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. ولو شاء لجعل الدنيا ليلا دائما، لو شاء لجعل الدنيا نهارا دائما، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، يأتيكم بالشمس أفلا تبصرون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. والليل إذا عسعس يعني أدبر، والصبح الفجر إذا تنفس يعني ظهر نوره، ظهر نوره وإشراقه يعقب الليل، هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، الصبح إذا تنفس، فأقسم سبحانه بإدبار الليل وإقبال النهار مع الأقسام السابقة من باب التأكيد، قسم بعد قسم من رب أصدق القائلين، الصبح إذا تنفس إنه لقول، هذا جواب القسم، هذا هو المقسم عليه، إنه أي القرآن الذي يكذب به الكفار والمشركون والمنافقون والملحدون لقول رسول كريم، ما هو بقول كاهن
ولا بقول شاعر، لأنهم يقولون شعر، يقولون كهانة، يقولون أساطير الأولين كتبها، يقولون ويقولون في القرآن. الله نفى عنه ذلك وبين سند هذا القرآن أنه تلقاه جبريل عن ربه وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه لأمته. هذا سند القرآن، هذا هو سند القرآن، عن محمد عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، هذا سند القرآن. إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل، وأضاف القول إليه لأنه تحمله عن الله، وله قول الله، كلام الله، والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فينسب إليه لأنه هو الذي تحمله عن الله، وينسب إلى محمد لأنه هو الذي تلقاه عن جبريل وبلغه لأمته. ولا يمكن أن يكون الكلام من عدة متكلمين، هذا ما هم ممكن، لا يكون الكلام إلا من واحد، فمن هو هذا الواحد؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو كان كلام جبريل ما نسب إلى محمد، لو كان كلام محمد ما نسب إلى جبريل، فدل على أن جبريل ومحمدا صلى الله عليه وسلم مبلغان عن الله سبحانه وتعالى. إنه لقول رسول كريم، أي جبريل، ذي قوة، جبريل أعطاه الله قوة، ذو مرة، والمرة هي القوة، قوي الأمين، فهو جبريل عليه السلام أعطاه الله قوة عظيمة يقدر بها على ما أمره الله عز وجل، ذي قوة، هذه صفة من صفات جبريل. عند ذي العرش، عند الله جل وعلا، أي قريب من الله، هو أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى وأعلاهم منزلة في السماء، عند ذي العرش أي صاحب العرش وهو الله جل وعلا، مكين أي له مكانة، له مكانة عظيمة عند الله عز وجل. هذه صفات جبريل، قوي عند الله، لأن عند الله معناها المكانة، عندية المكان، لا عندية المكانة، عندية المكان. الله عنده ملائكة مقربون، ملائكة المقربون عند الله كالربيون حملة العرش، وهناك ملائكة في السماوات، ملائكة ليسوا على مستوى واحد، بعضهم فوق بعض ومسؤولياتهم تختلف عند الله سبحانه وتعالى، موكلون بأوامر الله عز وجل، لكن أقربهم إلى الله وأعلاهم منزلة وأقواهم جبريل عليه السلام. هل يتصور أن الشياطين تقرب من جبريل، تأخذ الوحي منه؟ ها؟ ما يمكن هذا. جبريل لما أمره الله بخسف ديار قوم لوط 7 مدائن حملها على طرف جناحه حتى بلغ بها عنان السماء ثم قلبها عليها على طرف جناحه، 7 مدائن بمن فيها، الله أعطاه قوة لم يعطها لغيره. هل تقرب منه الشياطين تأخذ منه الوحي؟ وحافظ للوحي، ما يمكن، ذي قوة عند ذي العرش وهو الله جل وعلا، مكين له مكانة عظيمة من بين الملائكة، وهو الذي جاء بالوحي، جاء بالقرآن من عند الله عز وجل، عند ذي العرش مكين، مطاع تطيعه الملائكة، إذن هو سيد الملائكة، يطاع فيهم بأمر الله سبحانه وتعالى. شم أي هناك، شم هذا اسم إشارة، ما هو بحرف، هذا اسم إشارة، ثم أي هناك في السماء، أمين مع القوة والمكانة، هو أمين فيما يحمل من عند الله عز وجل، أمين عليه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يغير فيه. الله وصفه بأنه أمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا القرآن، مطاع ثم تطيع، هذه صفات جبريل عليه السلام، تطيعه الملائكة في السماء، أمين عند الله جل وعلا، مؤتمن
على الوحي وعلى القرآن مطاع ثم أمين. ثم ذكر الرسول البشري، لما ذكر الرسول الملكي من حملة القرآن ذكر الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وما صاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم، سماه صاحبا لأنهم يعرفونه، لو ما يعرفونه ما صار صاحب، فهم يعرفونه، رب نشى بينهم، تربى بينهم، تربى عندهم، يعرفون أمانته، يعرفون نسبه، يعرفون بلده، يعرفون نشأته، ما هو غريب، صاحب لهم، صاحب مصاحب لهم. ومن صاحبكم هذا الذي تقولون فيه ما تقولون، ما صاحبكم بمجنون، لأنهم يقولون أصابه جنون، وهل يقول القرآن هذا هذيان، هذا من هذيان المجنون، ما يعقل، بلغ بهم الحد إلى هذا والعياذ بالله. وما صاحبكم بمجنون، نفى الله الجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فهو أعقل الناس عليه الصلاة والسلام، وما صاحبكم بمجنون كما تقولون. ولقد رآه، أي رأى جبريل بالأفق المبين، رأى جبريل على صورته الملكية في الأفق، إما في الشرق وإما في الغرب، في الأفق، أفق السماء، على صورته الحقيقية الملكية، وإلا في سائر الأحوال كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، لكنه رآه على صورته الحقيقية مرتين، مرة هو في بطحاء مكة، رآه في الأفق المبين بين السماء والأرض، قد سد الأفق، والمرة الثانية ليلة المعراج، ليلة المعراج، دنا فتدلى، يعني جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده، أي محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله، ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني في بطحاء مكة، رآه في الأرض، رآه في السماء ليلة المعراج، ورآه في الأرض لما كذبه قومه وضايقوه، تبدى له جبريل في الأفق وكلمه وطمأنه من أذى قومه. ولقد رآه بالأفق المبين، رآه عيانا على صورته الملكية. وما هو، أي محمد عليه الصلاة والسلام، على الغيب بظنين، أي بمتهم، ما يخبر عنه من أمور الغيب هو صادق فيه، ليس بمتهم، وقيل بظنين، أي ليس ببخيل ولا يكتم شيئا، بل يبلغ ما أوحى الله إليه، فهو ليس بمتهم بالكذب، وليس ببخيل عن البلاغ، بل هو صادق فيما حمل وبلغ عليه الصلاة والسلام. فمن أين يطعنون في القرآن؟ من أي وجه يطعنون في القرآن الذي هذا شأنه وهذه عناية الله به سبحانه وتعالى، وما تنزلت به الشياطين، أي القرآن، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، سمع عن الوحي، الوحي من شأن الملائكة، هم الأمناء عليه، وليس من شأن الشياطين. هل أبلغكم على من تنزل الشياطين؟ الشياطين ما تتنزل على الأنبياء، تقولون هذا من عمل الشياطين، ما يمكن الشيطان يتنزل على الأنبياء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني الكهنة، الكهنة هم الذين تتنزل عليهم الشياطين، أما الذي يتنزل على الأنبياء فهم الملائكة، وفرق بين هذا وهذا. وما هو على الغيب بظنين، وما هو، أي هذا القرآن، بقول شيطان رجيم كما تقولون إنه من وحي الشياطين، رجيم يعني مرجوم مبعد، كيف الرجيم يقرب من الله ومن وحيه؟ هذا مرجوم مبعد ملعون مطرود، نسأل الله العافية. وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ ما هي حجتكم على رسول الله وعلى القرآن وعلى جبريل؟ ما هي حجتكم؟ ما لهم حجة، إن هو إلا ذكر، أي هذا القرآن ذكر للعالمين، ما قال ذكر للعرب فقط أو ذكر لأهل مكة، بل قال للعالمين، كتاب عالمي، قرآن كتاب عالمي للبشرية كلها،
حجة على البشرية كلها، من آمن صار حجة له ومن لم يؤمن صار حجة عليه ولا بد، ولا وليس له مذهب يذهب إليه غير ذلك. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء، هذا بدل من العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم أن يهتدي، من أراد الهداية فهذا هو طريق الهداية، هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أن يريد الهداية فإنها في القرآن ليست في شيء آخر، إنما هي في القرآن فقط، لا بكلام الفلاسفة ولا بكلام المناطق ولا بكلام فلان وعلان، إنما هي في القرآن، الهداية في القرآن، لمن شاء منكم، هذا فيه إثبات المشيئة للعباد، إن لهم مشيئة، وهذا رد على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور ليس له مشيئة، الله أثبت له مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم أن يهتدي، أما من لم يشأ الهداية فله ما اختار لنفسه. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا في رد على القدرية الغلاة من المعتزلة الذين يقولون العبد له مشيئة مستقلة وله إرادة مستقلة ولا دخل لإرادة الله ومشيئته فيه، فهم بين من غلا في إثبات المشيئة للعبد، ومنهم من فرط ونفاها عن العبد، بين طرفي نقيض، الجبرية والمعتزلة، الجبرية والمعتزلة، فأهل الحق يقولون العبد له مشيئة لكنها ليست مستقلة بل تابعة لمشيئة الله جل وعلا، له مشيئة رد على الجبرية لكنها ليست مستقلة ردا على القدرية من المعتزلة وغيرهم. وهذا القرآن حجة، ولا يأتي مبطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يردها ويبطلها، والحمد لله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبهذا ينتهي ما تيسر من الكلام على هذه السورة العظيمة، نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه، وثبتنا وإياكم على الحق إلى يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقسيم علم التفسير إلى تقسيم تفسير بالمأثور، تفسير بالرأي، تفسير موضوعي، تفسير وتفسير إعجازي، هل هذا تقسيم صحيح؟ القرآن لا يفسر بالرأي، من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، القرآن ما يفسر بالرأي، كلام الله لا تفسره برأيك، لأن رأيك عرضة للخطأ فتقول على الله ما لا تعلم، لا يجوز أن يفسر القرآن إلا بوجوه التفسير المعروفة عند المفسرين، وراجعوا في هذا أصول التفسير، في كتب مؤلفة في أصول التفسير، قواعد للتفسير، ما هو التفسير عبث كل أن يفسر، لا، التفسير له قواعد وله ضوابط وله أصول، وهذا مدون في أصول التفسير ومذكور في مقدمات تفاسير المعتبرة، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، مذكور في مقدماتها كيف يفسر القرآن، فلا يفسر القرآن بالرأي أبدا، ولا يفسر بإيش؟ موضوعي وإعجازي. موضوعي هذا أمر سهل، الموضوعي يقولون يجمعون الآيات اللي في معنى مشترك يفسرونها، هذا سهل، هذا الموضوعي، الموضوعي أنهم يجمعون الآيات التي في موضوع واحد ويفسرونها، هذا أمر سهل. وتفسير الإعجازي، الإعجاز هذا من القول بالرأي، هذا من التفسير بالرأي، ولا يجوز أن نفسر كلام الله بما بالنظريات الحديثة والكشوفات الحديثة، لكن نقول لعل هذا من معنى الآية، ما نجزم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ألف بعض المعاصرين كتابا أسماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، أنزل كثيرا مما ورد في هذه السورة. هذا معروف، هذا المغربي
هذا فلان المغربي قد رد عليه الشيخ مودة التويجري رحمه الله بكتاب سماه إقامة الحجة في الرد على صاحب طنجة يعني في المغرب. نعم. وهذا فيها باطيل، فيها باطيل. جاء واحد بعده من أهل الشمال للجزيرة وسرق منه ونسبه إلى نفسه وسماه بهذا الاسم. نعم. وقد أنكر عليه العلماء في وقته وكاد أن يحاكم، كاد أن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تفسير السيوطي الدر المنثور تفسير الشوكاني فتح القدير يعتبران تفسيران؟ الدر المنثور ما هم من السيوطي، هذا السيوطي جمع الآثار الواردة في تفسير القرآن من الأحاديث وأقوال السلف، فهو تفسير، فهو كتاب جيد هم من عنده، إنما جمع الماثورات في التفسير، فهو مدونة عظيمة في تفسير القرآن، هذا شيء جيد. والثاني تفسير الشوكاني فتح القدير. تفسير الشوكاني نعم، يقول بين الرواية والدراية، الرواية والدراية، الرواية هذا صح، أما الدراية هذه محل نظر، لكن هو قصده والله أعلم الدراية اللي هي مقتضى اللغة العربية، لأن من وجوه التفسير إذا لم يوجد تفسير بالحديث ولا بقول الصحابي ولا بقول التابع، أنه يفسر باللغة التي نزل فيها، التي نزل بها، وهي اللغة العربية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت، هل يعرض فيها كل ما عمله الإنسان من خير أو شر؟ وإذا كان هناك ذنوب قد تاب منها أو كفرت بأعمال صالحة، فهل تنشر وتعرض في ذلك اليوم؟ ما كفر وغفر لا يمحى، هذا يمحى والله أعلم، ما يثبت فيه إلا الشيء الذي لم يتب منه ولم يستغفر منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، للمقصود بالموؤودة في قوله سبحانه وإذا الموؤودة سئلت البنت فقط، أم يدخل في ذلك كل نفس قتلت بغير حق؟ لا، الموؤودة المراد بها البنت، كانوا يأيدونها بالجاهلية، هي المقصودة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، واحد من الكتاب العصريين أنكر، يقول أبد هذا ما له أصل، العرب ما كانت تأيد البنات ولا تدهنها وهي حية، وكأنه يكذب ما جاء في القرآن، لكن هذا بسبب جهله. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هو يزكي العرب، يزكي العرب ومعناه يكذب القرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل المقصود به يوم القيامة أو هو وقت حشر الناس في أرض المحشر؟ القيامة غير محدد ب50,000 سنة، الدار الآخرة عمرها باقي ودائم مستمر لا حد له، ولكن المراد قيامهم في المحشر على أقدامهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول خلق الله السباع لافتراس بعض الحيوانات كالغزلان، فهل هذا داخل في الاقتصاص يوم القيامة فيقتص من السباع لأجل هذا الأمر؟ نعم، يقتص من كل معتدي من الحيوانات على الحيوان الآخر الضعيف، يقتص منه، هذه إقامة للعدل من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نقرأ كثيرا في القرآن ونقرأ في التفسير ولا نجد رقة في قلوبنا، فما هو السبيل لتحصيل هذه الرقة لقلوبنا؟ عالجوا قلوبكم، عالجوها بذكر الله وبتدبر القرآن وبالأعمال الصالحة، عالجوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بضنين، وفي قراءة وما هو على الغيب بضنين، ونحن نسمع أن في هذه الآية اختلاف، بضنين بالضاد ما هو بالضاد، بالضاد بضنين، بضنين يعني متهم، أو بضنين بخيل لا لم يبلغ من البخل، الظن هو البخل. نعم. ما هو بالظن اللي هو التوهم، الظن البخل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الظن بالضاد هذا البخل، وأما الظن بالضاد هذا من التوهم والشكوك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح
أن يفسر قوله سبحانه وإذا النفوس زوجت بمعنى أن المؤمنين يتزوجون الحور العين، وأن هذا من المعنى. نعم، بعضهم فسرها بذلك، بعضهم فسرها بذلك. نعم، قالوا إن المؤمنين يزوجون من الحور والكفار يزوجون من الشياطين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ جاء في حديث البراء بن عازب في صفة الاحتضار قبل الروح، حديث طويل، وأنها الملائكة إذا قبضت روح الميت يصعدون بها إلى السماء، فنفس المؤمن تفتح لها أبواب السماء ويصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى، ونفس الكافر تغلق دونها أبواب السماء ولا يفتح لها، تطرح في الأرض طرحا لا تفتح لهم أبواب السماء. هذا ما فسر به الحديث هذه الآية، هذه نفس الكافر. نعم، إذا قبضت وصعد بها إلى السماء تغلق دونها فتطرح إلى الأرض طرحا، تذهب إلى سجين أسفل سافلين والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوسف ابن يعقوب نبي من الأنبياء؟ وما معنى قوله سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء؟ نعم، يعقوب نبي من أنبياء الله، نبي من أنبياء الله، ابن نبي، ابن رسول، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، هو سلسلة نبوة عليه الصلاة والسلام، يوسف الصديق سمي الصديق. نعم. ويقول حفظك الله، وما موقف، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس أو من أشرف الناس، قال يوسف ابن نبي، يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، فهو أشرف الناس وأكرم الناس نسبا. نعم. ويقول حفظك الله، وما موقف الأخ مع إخوته إذا كان له حقوق عندهم وحصل بينهم وبينه تقصير وظلم وجور؟ كما كان من يوسف عليه السلام، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، سمح عنهم عفى عنهم وقال هذا من نزغ الشيطان، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فهو عفى عنهم واستغفر لهم. نعم. وكذلك المؤمن إذا صار بينه وبين أخيه شحناء أو عداوة، خصوصا أخوه في النسب، فإنه يجب عليه أن يتسامح معه وأن يعفو عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسكن في الغرب وتقول إنها امرأة متزوجة وقد زنت، ومن شدة ندمها على معصيتها واستحيائها من زوجها طلبت منه أن يطلقها أو أن يخلعها لكنه رفض. سؤالها، هل يجوز لها أن تخبره بمعصيتها لكي يطلقها بناء على ذلك أم تستر على نفسها؟ تخبره بأن هذا الولد حصل إما اغتصاب، وإما تجيب لها عذرا، يعني أنه اغتصاب ولو باختياره لأجل ما ينسب إليه، وتعتد عقب الجريمة، تعتد وهي زوجته ما تخرج عن عصمته، لكن تعتد عقب الوطن الفاسد هذا. نعم، مع التوبة إلى الله تبقى زوجة له، إذا تابت تبقى زوجة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن الولد ما لو أنكره ما يقبل، ما دام الولد للفراش إلا بالملاعنة، فتقوم الملاعنة بينهما عند القاضي، وحينئذ إذا تمت الملاعنة يفرق بينهما وينفى الولد عنه. نعم، ما ينفى إلا بالملاعنة، ولا يفرق بينه وبينها إلا بالملاعنة. نعم. والذين يرمون أزواجهم فقرونها ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخر الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لجماعة من المسلمين يسكنون في الغرب أن يبيعوا مسجدهم لكي يشتروا بالمبلغ مسجدا أكبر منه؟
إذا استغنوا عنه نعم يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر، ما يتوازعون الثمن ويأكلون الثمن، لا هذا وقف يصرف في مسجد آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق في المعنى بين قوله سبحانه إن الله عليم بما تعملون بين قوله إن الله عليم بما تفعلون؟ العمل والفعل والصنع كله سواء، بما تصنعون بما تعملون. نعم. كذلك حفظك الله، في قوله سبحانه ما أنزل إلى إبراهيم وفي قوله وما أنزل على إبراهيم. نعم نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم موسى وعيسى، هذا في سورة آل عمران. في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فالمعنى واحد، علينا ولا إلينا، معنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعلوم أن الجمعة صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر. نعم. فإذا صلى الجمعة مع الإمام ونواها هذا المأموم ظهرا لأنه مسافر لكي يجمع العصر معها، فهل فعله صحيح؟ هذا تخيل، هذا تخيل، كيف يحضر الجمعة اللي هي أفضل وهي فرض الوقت ويحولها إلى ظهر؟ لا ما يصلح هذا، صليها جمعة يحصل على أجر الجمعة ويصلي العصر في وقتها والحمد لله، ما يصليها مع الجمعة. نعم. تخيلات الناس عجيبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت في تفسير ابن كثير أن إبليس من أكرم وأفضل وأعظم الملائكة، فكيف ذلك والله سبحانه يقول كان من الجن؟ لا ليس من الملائكة، لكن يقولون إنه عابد عبد مع الملائكة، تعبد معهم، وهو ليس من جنسهم، ليس من جنسهم، هذا قول فيه نظر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يزعم أنه مسلم وهو يصلي بالنصارى في كنائسهم. رجل يزعم أنه مسلم وهو يصلي بالنصارى في كنائسهم، فما حكم فعل هذا الرجل وهو يقول أنا أعلم أن هذا غير جائز لكن أفعل ذلك لأجل أن أحصل على رزقي؟ هذا محترف، يحترف بالصلاة، اتخذها للكسب والعياذ بالله، ما يجوز له هذا، حرام عليه، كسبه لا حرام، يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا يقر الباطل، صليبهم معناه وافقهم وأقرهم على الباطل، فيخشى عليه من الردة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لإنسان أن يتكئ ويضع رجلا فوق رجل أم أن هذا غير جائز لما ورد في الحديث أنها صفة للرب جل جلاله ولا يجوز لأحد أن يتصف بها؟ الرب يضع رجل على رجل، إن قال هذا لا مانع أنه يجلس ويضع رجلا على رجل ويمد رجليه ويكفها، من يمنعه من هذا؟ الواجب أنه يستر عورته فقط، وأما كيفية الجلوس فيجلس أي جلسة أسهل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى محل للمواد الغذائية والتي تبيع بالجملة، فسجل طلباتي في فاتورة ودفعت له المبلغ، ثم قام بإحضار ما سجله من محله وبعضها من جيرانه المحلات الأخرى، هل يدخل فعله في بيع ما لا يملك؟ نعم، إذا كان سجلها وقبض منك الثمن وما هي عنده سلع أو بعضها، هذا بيع ما لا يملك، قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تبع ما ليس عندك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للمولود الذكر متى يتم ختانه؟ موسع الأمر، موسع، لكن يقولون الأفضل في اليوم السابع، وكل ما تقدم من ختان فهو أحسن لأنه أسهل على الطفل، أسهل على المولود، ومبادرة أيضا بعمل السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أرضعتني زوجة عمي، وسؤاله هل بنات عمي محارم لي، علما بأن عمي قد تزوج نساء كثيرات وأنجب؟ نعم، إذا زوجتك إحدى زوجاته فأنت أخ لجميع بناته اعتبارا بلبن الفحل، هل مسألة لبن الفحل؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ما ورد في القرآن من الكلمات التي ليست عربية ومثل بالقسطاط للعدل؟ صارت عربية، استعملت في العربية صارت عربية وإن كان أصلها فارسي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الشراب الذي فيه شق هل يجوز المسح عليه؟ يا أخي الشراب كثير ورخيص ولله الحمد، إذا انشق شرابك روح وشر شراب سليم وامسح عليه. نعم. لا تخاطر بصلاتك علشان شرابه نصف ريال أو ربع ريال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقصد إيقاع صوم عاشوراء في مكة في كل سنة، فيذهب إلى مكة ليصوم التاسع والعاشر، فهل في هذا الفعل محظور شرعي؟ نعم، إذا داوم عليه واعتقد أن صوم عاشوراء في مكة أفضل هذا بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كنا في أحد الشوارع وقابلنا شاب معه جوال قد عرضه للبيع، فقلنا له بكم؟ فقال ب600 ريال، وحتى لا نشتريه منه قلنا ليس معنا سوى 200 ريال، فوافق على هذا السعر، وكان عندنا شك كبير أنه مسروق، وعندما وافق على هذا المبلغ القليل استحيينا من الرجوع فأخذناه منه، فهل يجوز لنا هذا؟ لا، رجعوا عليه وخذوا دراهمكم، هذا مشكوك فيه أنه مسروق ولهم ملك له. نعم. كيف تنازل من 600 إلى 200؟ نعم، هذه تهمة قوية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن تزوج حديثا أن يعزل عن امرأته لأنه لا يريد أن تنجب ولدا، بل يريد أن يؤخر الإنجاب سنة أو اثنتين ليتحسن وضعه المادي؟ إذا رضيت بذلك فلا بأس، إذا رضيت بذلك فلا بأس. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يجوز العزل أيضا لتحديد عدد الأولاد؟ عدد الأولاد ما هو تحديدهم إليه، تحديدهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان قصده الفرار، إن كان قصده من العزل الفرار من كثرة الأولاد فهذا لا يجوز، أما إن كان قصده أنها ما تستطيع الحمل أو يريد أن يستمتع بها بدون حمل فترة من الزمن فلا بأس بذلك، إذا كان لمقصد مباح، أما إذا كان لمقصد لا يجوز مثل تحديد النسل هذا حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السنة بعد الصلاة المفروضة أن يسبح ويحمد ويكبر 33، فمن زاد على ذلك من باب التطوع دون الاعتقاد بأن ذلك سنة، هل يجوز له هذا؟ لا يقرن هذا مع ما ورد في الحديث الصحيح، إذا أراد أن يتزوج في غير ما يقرنه بالوارد، ما يقرنه بالوارد، يسبح في مكان آخر أو في حال آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول رجل قال لزوجته علي الحرام لا تدخلين المطبخ أو ما تدخلين المطبخ، وهي الآن لا تدخل هذا المطبخ، فما الحكم في هذا؟ يأتي ثم يروح للقاضي في المحكمة ولا يجي للإفتاء ينظر في سؤاله إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك عدد من شركات الأدوية تنتج دواء معينا صنف واحد بأسماء مختلفة، فيلجأ بعضها من أجل التنافس في البيع إلى إعطاء الصيدلي أو إعطاء الطبيب بعض المال ليسوق هذا المنتج دون غيره من المنتجات، فما حكم ذلك؟ هذا رشوة، هذا رشوة وصح، ولا يجوز هذا العمل، وفي غش للمسلمين أيضا. نعم. وإضرار بالآخرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز سكن أحد المقيمين في غرفة الحارس التي داخل سور المسجد، يسكن هو وزوجته لظروف معينة، ولأنه مدرس لتحفيظ القرآن وقد يحصل بينهم جماع في هذه الغرفة؟ لا، ما يصلح أنه يسكن زوجته في غرفة المسجد اللي هي داخل المسجد أو بابه على المسجد، لأنه يخشى أن تحيض، يخشى كما ذكر السائل أن يجامعها في المسجد، فلا يجوز هذا. أما إذا كان المسألة ضرورة في ليلة أو ليلتين لما يجدون مسكن
لا بأس، الأمر العارض لا بأس به، أما الأمر المستديم لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخل المصلي في الفريضة ثم تذكر أنه لم يصلي الفريضة التي قبلها، فهل يكمل ما نواه وإذا انتهى صلى الفائتة أم ماذا يفعل؟ ينويها نافلة، ينوي ما هو فيها نافلة ويكملها، ثم إذا سلم يأتي بالفائتة ثم يصلي بعده الحاضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم الجمعة وأنا أصلي النافلة أذن المؤذن الأذان الأول، فهل أقطع الصلاة من أجل متابعة المؤذن؟ لا، صلاة إذا دخلت فيها لا تقطعها، لا تبطلوا أعمالكم، فلا تقطع الصلاة من أجل متابعة المؤذن، المضي الصلاة آكد عليك من متابعة المؤذن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة في الشهر الأخير من الحمل خرج جنينها ميتا وكان ولدا، فهل يسمى ويعق عنه؟ امرأة في الشهر الأخير من الحمل خرج جنينها ميتا وكان ولدا، فهل يسمى وهل يعق عنه؟ إذا كان أنها خرج في الشهر الرابع أو بعد الشهر الرابع فهذا حكم الجنازة، لأنه نفقت فيه الروح ومات، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعق عنه، يستحب أن يعق عنه وأن يسميه، يأخذ أحكام الإنسان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا أغتسل غسل الجمعة بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر، فهل أدرك أجر غسل الجمعة؟ نعم، إذا كان في اليوم في يوم الجمعة أنت تدرك الفضيلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند الغضب حلفت ألا أفعل شيئا ثم فعلته، فما الواجب علي؟ إذا كان الغضب مستحكما ولا تدري ما تقول فلا حكم لهذا اليمين ولا ينعقد، أما إذا كنت تتصور ما تقول فإن اليمين تنعقد، فإذا خالفتها وجبت عليك الكفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الكتابة على القبر لمعرفته أو وضع علامة؟ حرام الكتابة على القبر، لا يجوز، لا رقم ولا حرف ولا شيء، لا تجوز الكتابة على القبور ولا تجصيصها ولا إسراجها ولا رفعها أزود من الشبر، كل هذه أمور محرمة لأنها تجر إلى الغلو وإلى الشرك بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصدقة عن الميت أفضل من الدعاء له أو بالعكس؟ بلا شك أن الصدقة تكون أفضل، لأنها يتعدى نفعها، تعدى نفعها إلى المحتاجين، يكون أجرها أكثر. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله